على موضوع الإطار، يعني مع الأسف أنه لا، أنت سبع مقاعد فقط بالناصرية؟ لو في كل العراق؟ لا، أنا أحكي على المدنيين بشكل عام، يعني مو بس إحنا. إحنا نعم. بالنسبة لنا في كل العراق خمس مقاعد، يعني نعم. كتحالف مالتنا. أما الآخرين يعني المدنيين عابرين الثلاثين مقعد أو حتى الخمسة وثلاثين مقعد، لكن للأسف ما مجتمعين وما يرضون. جاي نوجه دعوات الاجتماع يكون التفاوض بشكل مركزي. نرجع على موضوع الإطار، يعني ما من المعقولة يقعدون عشر شخصيات زعامات ما أعرف منه اللي مخولهم أنه يكونون على مصير شعب ومصير بلد وأربعين مليون، وإن كانت يعني شقد من تخبينهم للعراقيين مليون مليونين. مو أقعد أنا عشر أشخاص يقعدون تحت مسمى الإطار التنسيقي يحددون المحافظة الفلانية المن ومن المحافظ واسمه. أصلاً حتى عابرين موضوع الأعضاء مجالس المحافظات في محافظاتهم ما عندهم أي إرادة، والله منتظرين ينطونا الاسم ويعقدون جلسة المحافظة حتى يختارون المحافظ ونوابه ورئيس مجلس ربما الإطار يريد يتحمل المسؤولية هو ويكون هو بالمواجهة مع المواطن، لأن المواطن صار له 20 سنة الإطار كافي، احنا نعرف سوالفه ونعرف سرقاته ونعرف قتله ونعرف دماراته. يعني شو يتحمل؟ ليش هو ما كان متحمل مسؤولية سرقات المليارات الهدرات الدمار اللي زين؟ ذولي أكو اليوم محافظين فايزين، كربلاء، واسط، بصرة، هذول ليش يتم استهدافهم؟ نتاج الإطار. نعم، نتاج الإطار. لكن اليوم احنا مشكلتنا مع الإطار مو لأن مثلا السوداني جاي يشتغل، نقول جاي يشتغل السوداني هو إطاري صح، عندنا مشكلة مع الإطار، لكن اليوم اللي عندما يقدم نموذج صحيح أسعد العيدان اشتغل، محمد المياحي بالبصرة اشتغل، أنا أختلف وياهم، هذا أبو كربلة اشتغل. أنت ليش تستهدف؟ تخاف أنه في مجلس النواب يأخذ مقاعد؟ أنت يعني شكد تريد تبقى مثلا؟ راح تبقى بعد 100 سنة ويا العراقيين اللي حتى بالانتخابات شفناها، احنا الانتخابات نسبة مقاطعة كبيرة يعني للأسف وواضحة. فإحنا يعني